نعم. ورحمته تعالى سبقت غضبه. 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 وغلبته وظهرت في خلقه ظهورا لا ينكر حتى ملأت أقطار السماوات والأرض. ومن هذه أنه تبارك وتعالى عز وجل اسمه الصبور، فتجد فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، والله عز وجل يمهله، وإبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وطلب الإمهال فأمهله، والله عز وجل يصبر على العصاة وعلى المجرمين وعلى المتمردين وعلى الباغين تبارك وتعالى. نعم.